تحترم إرادة الشعبية لأنها إرادة صناديق، لكن أن يختطف في الشارع من قلة مجموعة صغيرة في أكثر من عاصمة عربية تحرك الموضوع. ليش تعتبرون ليش يا دكتور أنتم تعتبرونه اختطافا؟ تفضل تفضل أكمل فكرتي. تفضل. عندما 50 نفر يطلعون في الضفة الغربية في مظاهرات يحملون صور صدام حسين، لأن في جبهة هناك يدفع لها فلوس عمرها ما أطلقت طلقة على إسرائيل لكنها تابعة للعراق، ينظر بعض الكويتيين هني بظلم أنه كل فلسطيني مع صدام حسين، وهذا غير صحيح. لما في الأردن قليل من الأحزاب المتطرفة بيسارها ويمينها تقف مع الدكتاتورية، ومو الشعب الأردني، مو أغلبية الشعب الأردني، وهكذا الحال في معظم الدول العربية. عندما يقوم مجرمين بالقتل في الرياض بأي مكان لا يمثلون الأغلبية، واجبنا كمثقفين أن نقول لا تجاه كل أنواع الإرهاب، الإرهاب اللفظي والإرهاب بالسلاح وإرهاب الناس وتحريض العامة على كل شيء، تحرضهم على الأنظمة وتحرضهم على العالم وتحرضهم على كذا ودفعهم إلى طريق العدمية. نحن طيب. ليس أمامنا طريق إلا أن نفكر بطريقة معقولة، أن نضع برامج معقولة، وأن تكون هذه البرامج صالحة للتنفيذ، وأن نخرج من عالم الصريخ وعالم الزعيق وعالم الشعارات وعالم إلى عالم شيء من العمل. الناس ما نجحت إلا بشيء من العمل. طيب دكتور، لننتقل إلى محور ثاني. في محور الإرهاب الذي تحدثت عنه قبل قليل، المنطقة بالذات منطقة الخليج والسعودية يمكن بشكل ظاهر الآن تمر بتجربة مريرة هي تجربة الإرهاب. هناك عمليات تقوم بها جماعات مسلحة ويعني تطال منشآت كثيرة وشخصيات كثيرة. هناك من يقول أن التيار الليبرالي استغل مواجهة أو حرب الإرهاب لضرب التيارات المنافسة الأخرى له، يعني استغليتوا أنتم الليبراليين مكافحة الإرهاب حتى تسيئوا إلى التيارات الثانية الإسلامية وتلبسونها لبوس الإرهاب وأن الإرهاب خرج من عباءته. يعني أولا أنا مرة أخرى أعيد، أنا لا أمثل شيء اسمه تيار ليبرالي ولا أتحدث باسم أحد، أتحدث باسم اجتهاد شخصي يعني. الأمر الثاني، عندما نقول تيارات إسلامية هناك خلط من يعتقد أن التيارات الليبرالية تيارات غير إسلامية. الإسلام كعقيدة هي قضية مشتركة، أنا ليبرالي لكن أنا بالمقابل عندي عائلة وعندي احترام للعائلة وعندي وعي للقضية الأخلاقية وعندي مثل أي مواطن آخر ليبرالي أو إسلامي أو كذا. يعني وضع الأمور وكأن الليبرالية في مواجهة الإسلام، هذا كلام خطير جدا. الليبراليين في مواجهة الإسلاميين؟ لا مو صحيح هذا، احنا عم في مواجهة أسلمت القضايا وفي مواجهة التطرف. بين أسلمت التطرف استخدام الدين كشعار سياسي للوصول لأهداف سياسية، هذا التطرف والقتل. لكن نحن نتعامل مع كثير، يا أخي احنا بيوتنا إسلامية، احنا مسلمين، يعني لا أحد يخرج يحاول يخرج أحد من 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 هذه الدائرة. هذه دائرة الإسلام، تاريخنا تراثنا ثقافتنا. ولكن عندما يأتي أحد ويحاول أن يسيس هذا الإسلام للخروج بنتائج سياسية أو مصالح فردية أو مصالح حزبية، بالتأكيد نحن ضد ذلك. لكن هذا الوضع الخطير، وهذا خطر على فكرة على المدى البعيد، أن نضع الليبرالية في مواجهة الإسلام. طيب يعني في النهاية ما رح نوصل إلى شيء. أنت تقصد بتسييس الإسلام أو أسلمة السياسة، هل تقصد مثلا النزول عند الأحكام الشرعية في التعاطي مع القضايا والأشياء الحديثة؟ أنا ما بأدخل تفاصيل، ترى لو بدخل تفاصيل الأحكام الشرعية ما رح نخلص. أنا أتكلم أن هذا الدين يجب أن يحمى، واجب الحكومات والنخب السياسية والدعاة حماية الدين من أن يكون مطية لأحد كائنا ما كان. أن يستخدم هذا الدين، اذهب يوم الجمعة للمساجد واسمع الكلام الذي يقال، اذهب في بعض المدارس واسمع ماذا يقال، محاولة يعني تسييس الإسلام وتفسير الإسلام، كل واحد على هواه. واليوم احنا مع الأسف يعني طيب هذه التعددية التعددية اللي تحكي عنها، يعني عظمة الإسلام في الاختلاف. عفوا، التعددية في الشرائع وليس في العقائد، ليس هناك في العقيدة تعددية. يعني بمعنى، هل أسمح بالقتل وطلع فتوى من بن لادن وبغير بن لادن أسمح بالقتل وقول هذا إسلام؟ هذا ما مو تفسير. يعني اليوم اللي يقتلوا ونجيبون في الجزائر، هناك فتوى شهيرة قرأها ونشرت في الصحف أن كل هذا المجتمع كافر فلنقتله، وفتوى تدعي بالإسلام. اللي يقتل اليوم في الرياض الآمنين والناس المساكين في بيوتهم، أو يروح يقطع رقبة إنسان، ثم وهذا مقنعين أن الإسلام يقول ذلك، هذا دجل، هذا كذب، هذا ما له علاقة بالإسلام. طيب. الاجتهاد عندما نأتي بالشرائع ونقول والله في قضية المرأة، في قضية الاقتصاد، في قضية السياسة، لكن لن نختلف على واحد يجي يقول والله أنا كيف، أنا بقول الصلوات مو 5 صلاتين. لا، هني نخرج عن دائرة. أنا أعتقد أن الاجتهاد في القضايا العقيدية ما دم داخل أنت دائرة الدين، فأنت لا تستطيع أن تجتهد في قضية عقيدية مباشرة، لكن في قضايا خلافية كثيرة. إنما أن يقتلون طيب. النفس التي حرم الله ثم يقولون هذا إسلام، هني تكون مشكلة. طيب دكتور أحمد الربعي، هناك طروحات ليبرالية تتحدث، يعني عندما يأتي موضوع الحديث عن موضوع الإرهاب، تتحدث عن أن الإرهاب طبيعي في ظل غياب الحريات، في ظل
غياب تطبيق كامل لحقوق الإنسان عفوا في ظل الأزمة الفلسطينية، وهناك من يتحدث دائما عن أن الإرهاب، يعني نحن نرفض الإرهاب ولكن في النهاية هذه نتيجة للسياسات في فلسطين. أن تقول أن هذه أطروحات الليبرالي. لا، هناك كتاب ليبراليين. يمكن على فكرة أنا قلت لك مرة أخرى، لو كانت الليبرالية حزب سياسي لانتهى، ما في داعي يتكلم. يعني الليبرالية تعني تعددية، كل واحد يقول رأيه لكن بشرط احترام رأي الآخر. لكن هذه الأطروحات أطرحها بعض التيارات الأصولية التي هي مع الإرهاب ولكنها تخشى أن تكون مع الإرهاب علنا، فتحاول أن تدعي مثلا أنه والله شو نسوي، لازم يكون في إرهاب ما دام ما في حريات. آخر ناس لهم الحق في الحديث عن حقوق الإنسان والحريات هم الذين يذبحون الناس بالسكاكين، ما دامت حرية الحياة غير موجودة عندهم. فبأي ادعاء يتكلمون عن حقوق الإنسان وعن ديمقراطية؟ فنترك لغيرهم هذا الكلام عندما يأتون في قضية فلسطين. أريد أن أنبه المستمع أن تنظيم القاعدة وجماعته لم يطلقوا طلقة واحدة باتجاه يهودي أو إسرائيلي منذ أن بدأ عملهم، مع أنهم هم جبهة ضد الصليبية وضد الصهيونية وضد الكذا. هم يعتقدون يا دكتور أنه أمريكا هي التي تقوي إسرائيل وبالتالي يضربون المصالح. أنا لا أريد أن أعطي تفسيرات، أنا أقول لك الواقع هكذا. إذا كانت المسألة هي مسألة أن عندنا مشكلة مع أمريكا بنروح نضربها، فإذا يعني العالم سيتحول إلى مشكلة. أمريكا الذي فعلته في فيتنام يفوق ما فعلته في الشرق الأوسط 100 مرة، تم حرق مئات القرى. إذا خلي يروح 10 فيتناميين ويحرقون بنايات في سان فرانسيسكو. أمريكا قامت بانقلاب في تشيلي ضد حكومة منتخبة. إذا فليذهب مجموعة من التشيليين، ما دام أمريكا عملت كذا فلنقتل لنا 1000 أمريكي. العالم يتحول إلى غابة. العراق وإيران تقاتلوا سنوات طويلة، أوروبا تقاتلت سنوات طويلة. طيب هل يرضيك ما السياسات الأمريكية في المنطقة سواء في العراق أو في أفغانستان؟ هل أنت مقتنع بها يا دكتور؟ إذا بندخل تفاصيل كل حالة تحتاج إلى نقاش. أنا قلت لك موقفي تجاه الموقف الأمريكي في تجاه فلسطين واضح. الموقف ما تعرف في العراق موضوع ثالث مختلف. بالتأكيد مختلف. الوضع في العراق في تواريخ محددة في مجلس الأمن، الأمريكا لا تدعي أن العراق تابعة لها، هناك برنامج لخروج الأمريكان، كان هناك يعني أمور تاريخية كثيرة ما نبي ندخل فيها. وضع في فيتنام أيضا قصدي في أفغانستان مختلف. طيب دكتور سنعود لمواصلة هذا الحوار أيها الإخوة، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور أحمد الربعي، فابقوا معنا.